هاي جايز، كنتمنى تكونوا مزيان. بديت لكم فلوق ديالي بالميكاب اللي كندير تقريبا كل نهار. كلكم سولتوني ساره شاركيه معانا شنو كديري في الميكاب. مهم وريتكم لي زيتاب، كندير كريم ايتراتونت نتاع دوف، ابري كندير لي كرون سولير اللي كنت خديتو ب 130 درهم ديال سولي بيافي اللي كيحمي من اشعه الشمس. درت كونسيلر ديال اسانس ما كينشفش لابول بنات زوين، كيدير ب 35 اولا 45 ما عقلتش بالضبط. مهم راه كنشارك معاكم كلشي البنات. هذا الميكاب كنت درتو شحال هادي ويلا حطيتو لكم باش نتوما تشوفوه. مهم كندير البرونزر ديال ريفوليسيون، هاد البلاش كنت خديتو من عند عمي دريس، رخيص وزوين البنات، لا طات نتاعو زوينه. حتى هاد الفيكساتور نتاع الحجمان كنت خديتو ب 10 درهم من عنده. ابري كندير الماسكارا ديال اسانس، هادي لوريجينال كدير ب 65 درهم بيان سور كنقادها. ابري كندير هاد البلاش زوينه البنات بحال هايلايت، مي هو تيعطي واحد التانت خفيفه وزوينه. ابري كندير هاد ليب فيلر اللي كنت خديتو ب 10 درهم حتى هو، وساليت بالهايلايت. كنتمنى هاد الميك اب اللي درتو يعجبكم، قولوا لي في الكومونتير كيفاش جاكم. اتكون شفتوا ماي ايفري داي ميك اب، الميك اب تقريبا اللي كنديرو ديما، بزاف منكم كانوا طلبوه مني، داكشي علاش حاولت نديرو وشاركت معكم هو في البدايه ديال هاد الفلوغ. كما كتشوفوني كنقرا، بزاف ديال البنات كيسولوني في الانستغرام ساره شنو كديري في حياتك، واش كتقراي، واش كتخدمي، دونك بغاو يعرفوا. وحتى هنا في يوتيوب كتبقاو تسولوني ساره واش كتقراي، فين كتقراي، شنو كتقراي. دونك في هذا البلوك غادي نوضح لكم شي امور. اول حاجه انا ما كنقراش، كنت عارفيني دفعت الماستر ولكن ما كتبش قريتو، دفعت تقريبا في كاع المدن. كاين منهم اللي قبلوني ومشيت دوزت الكونكور اكري، مي ابري ما قبلوش، ماشي مشكل، ولكن هذا ما كاينيش انه ما غاديش نبقى نقرا. ان شاء الله العام الجاي غادي نعاود ندفع الماستر وغادي نكمل قرايتي، حيت انا فريمون با نقرا. راه كنقول لكم واخا كندير الانستغرام وكندير يوتيوب وكنشارك معكم اليوميات ديالي شنو كندير في حياتي، مي بيان سور القرايه بالنسبه ليا اهم، حيت هادشي اللي شتو يعني وحليت عيني فيني. القرايه ضروريه وهي اول حاجه قبل كل شيء، ولكن مي ما قريتش هاد العام ما يمكنليش نحبس نبقى غير جالسه في الدار. كنبغي نشارك معكم اليوميات ديالي وكنوريكم شنو كندير. دابا من سالي القرايه يلا نوضو نجمعو البيت لانه مرون. فاش كنبغي نصور لكم لي ترانت والفيديوهات كيبقى مرون. يلا هو معايا جاهزين تشوفوا البيت المرون. ديما بشاركو معاكم وبوريكم مدى وقعته. هاتو شوفو، ميمكنش البنات ديما هاد البلاصة عندي عامرة بالحوايج، كنلبس كنرمي كنلبس كنرمي. دابا راه البارح كاين عندي مجموع الصباح، هادشي راه جبدتو غير البارح، كاين اللي نقي يلا جبدتو من التصبين كنمصبن في السطح، شي وحدين جبدتهم. مهم الروينة هنايا، كذلك البلاصة ديال الميكاب مكتبقاش ميكاب، كتولي مخربقة هنايا. شوفوا هنايا اضحكوا عليا حاطين ثومه، ماشي مشكل بيس. وهنايا شوفوا الروينه ما نعاودش لكم، مولفين لينيرجي بوزيتيف كما كنقول لكم. واخا تكونوا عياني، انا راه اليوم عيانه فكريا ماشي ذاتيا، مي فكريا باغا غير نتكونسونطرا على بزاف ديال الحوايج، ولكن كنقول البيت خصو يتجمع. انا ما كيعجبنيش بيتي يبقى مرون، ما يمكنش. فيلا ليتس جو وي مي باش نجمعوا ديس رمينا. We'll be right back.
حساليت جميع ديال البيت، كلشي نقيتو، الصالون كلشي عندي الصراحه نقي. الكوزينه دايره فيها واحد القطيطه، البنات صغيره مريضه مسكينه، هي قطيطه ديال الزنقه، والوالده ديالها ما عرفنا شنو السبب. كنت عوانا نديها نهار الجمعه بالعشيه، صونيت كاع على كاع لي فيتيرينير تقريبا اللي كاين هنا في مكناس، كاين واحد في مويمليانه وكاينين جوج في حمريه، ما كاينينش واحد ما كيجاوبش، وجوج قالوا لي حتى الاثنين عاد غيكونوا، كاينين غير الممرضات. وقلت لهم الحاله ديالها، قالوا لي عطيها غير بيتادين وداك الشيء. المهم حنا كنداويوها، ما كتقدرش تاكل لانه ولادها الا كلات خصها حاجه تكون دير الفضلات ديالها، فما يمكنش لانه الوالده ديالها تنفخات، عندها شي انفيكسيون تحت من الوالده، دونك كاين شي مشكل. صافي هادشي اللي كاين. ان شاء الله غدا الصباح غادي تمشي يسرى، واحد المراه هنا جارتنا غادي يدوها للفيتيرينير باش يشوفها الطبيب وداك الشيء، حيت ما قدرتش البنات نخليها في الزنقه، شفتها في واحد الحاله اللي ما عرفتش كاين شي واحد اللي غيشوفها وما غادي يدير حتى شي رياكسيون بيان سور. كلها كانت مسكينه دبان وداك الشيء، وكان زاد شويه كان غيكون حنوشه وداك الشيء، فاحنا حيدناها نقيناها ودرتها في الكوزينه، درت واحد لاكاج نقيتها وحطيت لها ميها وداك الشيء. وهادشي اللي كاين البنات، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحم ترحم فالجنة دار الرحمة لا يدخلها الا الراحمون. هادشي اللي كاين، لازم نبغيو ونحنوا على الحيوانات اللي كاينين هنايا في الزنقة، يعني اون جينيرال في الحياة نتاعنا، حيت كيما حنا انسان تا هما حيوان وتا هما لهم حق في العيش. وصافي هادشي اللي كاين دابا، غادي نمشي ندوش لانه تسهلكت وتسخسخت هاد النهار. عرفتو شعري راه بدا كيتزيت، ومشي مزيت وبدا كيتزيت، شو تبارك الله كيفاش طوال البنات، راه عاد قطعت له لي بوينت، شوفوا لي بوينت راه ما كاينينش، راه قطعتهم وتبارك الله كيقوى كيقوى البنات، ما عليكم غير داك البخاخ ولا داك زيت الجزر اللي شاركتو معاكم. فخليوني دابا نمشي ندوش. صباح الخير جايز، كي صبحتو؟ كنتمنى تكونوا مزيان. الصباح ما شاركت معكم والو بحكم قلت لكم غادي ندي القطيطه للفيتيرينير، فغير اختي يسرى اللي درتها واحد المره قلت لكم جاتنا، دابا شويه ضربوا لها هكا البرا وداك الشيء، حالتها شويه صعيبه البنات، فان شاء الله نهار الخميس غادي نعاودو نديوها كونترول باش يشوفها الطبيب. كنتمنى تكون مزيان يا ربي. المهم بقيتوني دابا غادي نصايب شعري، البارح قلت لكم غادي ندوش، درت واحد تحمحمه غير هنا في الدار زوينه، يلا غادي ندير الكريم هنا يدي بحكم البارح غير دوشت نست. دايره البلاك كاع داكشي اللي عندي نشاركو معكم. اول حاجه، اول مره غادي نشارك معكم هاد المشطه ديال البلاك، هادي ديال خالتي جوهره عطاتها لي باش نستعملها، نشوفها الا عجبتني، الا ما عجبتنيش كنت بغيت ناخذها، بغيت ناخذ بحالها، فلا عجبتني الاستعمال ديالها غنشري بحالها، ما عجبتنيش ما غناخذهاش. البنات اللي كيلقاو ديك اللي دايره ب 150 درهم 4000 ريال، راه ماشي هذه، هذه الفري ديالها. كاينه هادي، هادي زوينه، هادي واعره، هادي البلاك، ولكن هذيك بحال السوشوار، يعني كدير لها واحد الشكل زوين. المهم انا غادي نستعملو دابا وغادي نوريه ليكم، اللي انا بيان سو ضروري كندير معاه هذا ديالي، هذا ما يخطينيش البنات، هذا واعر سيراميك ما تيحرقش، تعرف ناضي ناضي، ديرمو بروتيكت كيحمي من الحراره اللي كديرها لشعرك، شوف الريزولتا شتي كيعطي واحد اللمسه، سيتادي غير خديتي وقتك وبديتي كتصايبي واحد الزغبه بزغبه، سيتادي بحال هكا تشدي شويه بشويه غادي يخرج لك، ولكن انا ما قديتش على صداعو. ثاني حاجه ما عنديش الوقت، ما كيعجبنيش داك الرول يكونوا من التحت، كيعجبني يكون ليس، كندور على طريقتي و تيطيح الشعر، دونك احضروا راسكم من هادو، الا كان شعرك تيطيح بهادو غيطيح،
واخا بيان سور لوريجينال كتكون ماشي بحال ديال 150 درهم 200 درهم ديك وان ستيب، هذيك حدا راسكم منها لانه الزغبه كتشد الشعر، ما هذه بالعكس هذه مزيانه يعني ديجا ريفون لا معروفه. وحتى باش كنهبط ما كنحش بشعري كيتقاسا، ها شتو كيديروا يعني ما كاينش يعني واخا مستعمله ديجا مستعمله ولكن يعني زوينه عجبتني. غير هي انا مولفه البلاك، دغيا كان لي استشاري جمعت شعري لهنايا حيت غادي ندير واحد الماسك ديال الكاركادي، احسن ماسك ديريه مور الحمام. هذا الماسك ديريه جوج مرات في السيمانه تقريبا، زوين فيه الكركدي دانوين طبيعي فيه العسل. المهم يوصل لك ديروا لنا، انا كنديروا لذاتي كنزيد عليه جيل دوش وكنزيد عليه السكر، عرفتوا احسن ماسك للذات بالنسبه للبنات اللي كتقش اللي كتبقى تحك في ذاتها بزاف خصوصا في بدو ديال الصيف وفي الصيف، دونك احسن ماسك شيء علاش غادي نجربو. واعر جايز غبرت عليكم. مهم حنايا في السطح ديال جداتي، شوفوا تبارك الله شحال كبير. كنصور واحد الكرياسيون ديال الفيديو راكم عارفين ديال يسرى، شوفوا كي ديما شوفوا القرقابه كي دايره كتحمق، ضروري شي من عندنا شي من عند جداتي. هادشي اللي كاين غتخليوني نمشي نكمل وان شاء الله دابا نوريكم الكرياسيون اللي دارت يسرى. ما تنساوش ضروري تبارطاجيو هاد لا فيديو ضروري، وديما ديما خليو لي كومونتير لي لايك، غادي نخلي لهم الانستغرام ديالك باش يدخلوا عندك ويتفاعلوا معاك. بقاو معنا كنتوني جايز، غادي نسالي معكم الفلوغ، كنتمنى هاد الفلوغ يعجبكم. المهم سالينا من التورناج ديال يسرى، ابخي هبطنا جلسنا لقينا من جداتي وجدي وهاكا بقينا كنضحكو وداكشي دوزنا شي صراحة زوينة. ابخي مشينا للدار، المهم اي واحد كان عنده شي حاجه دارها. انا صليت قديت مع يوصل الفيديو راني حطيته، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها تدخلوا تشوفوا الترند ولا كرياسيون، كانت صراحه زوينه بزاف وصافي. ودابا غادي نمشي نعس، داكشي علاش بغيت نسالي معكم الفلوغ. كنتمنى هذا الفلوغ يعجبكم، كنبغيكم بزاف بزاف. السلام عليكم.